Bonsoir. 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 مساء الخير بحلقة جديدة من ليالي الأنس. كارلا أهلا وسهلا فيك. مرسي أهلا فيكم. هدى كمان أهلا وسهلا فيك. ميشيل نورتنا. مرسي بونسوار. أهلا وسهلا فيك بونسوار. أدهم سري الدين أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم مساء الخير. كارلا أنت من ممثلين اللعب والدراما اللبنانية ودراما المشتركة. يعني أنت برأيك الدراما اللبنانية أحلى ولا العمل الجماعي بيبقى كمان أحلى ومميز؟ هلا اثنيناتهم من دولة يعني في اثنيناتهم كثير مهمين وكثير حلوين ووجودنا فيهم بيزيد لاثنين يعني. بس أيهو بتلاقيه أهين بالنسبة لإلك؟ أهين ما دخلوا الشغل شغل يعني مخص. بس هي الفرق إنه الدراما المشتركة العربية بتعمل لك انتشار عربي. بس ما بتلاقي صعوبة إنه تلاقي أكثر من 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 بلد عم يعني مشارك بنفس العمل ونفس نفس ال لا بالعكس انا حسيت انه احسن هيك اول شيء بنتعرف على بعضنا ثاني شيء الشعب الاخر بيتعرف علينا الشعوب الاخرى اللي حوالينا بتتعرف علينا بالعكس وبناخذ من بعضنا خبرات ميشيل اهلا وسهلا فيك عن جديد يعني اذا فينا نقول هلا صار في جرودي ميديا عم تهتم فيك وباعمالك خبرني قديش هيدي الشركه عم بتحافظ على ميشيل قديه عم تهتم فيه بس عم بتطول شوي صغيره بانتاج كل عمل ليك اليوم جرودي ميديا تما نقول هي الوحيده على الساحه الفنيه هي من بين الليل على الساحه الفنيه من شركات اللي بقيوا بالانتاج جرودي بالظروف اللي عم يقطع فيها العالم العربي انا بقول كتر خيرهم قدروا يبينوا اسمهم ويوصلوا للمكان اللي هن هلا فيها. بالنسبه لانه عم يطولوا شوي بانتاج الاعمال كمان بنرجع بنحكي عن الوضع اللي نحن عم نقطع فيه وما في أكيد. يعني كلنا أكيد. كلنا بنعرف شو مأثر على كل الاشغال من الفن ومن غير الفن بس كتر خيرهم وان شاء الله لقدام حاصرينك شيء بالعقد ولا حاسس انه انت عم بيخدموا ميشيل بمطرح معين؟ ليك انا من وقت ما بلشت غني بينت اكثر وثبت حالي اكثر من نهار اللي مريت مع جرودي ميديا هيدي ما فيني شيء ما فيني اخبي هالشغله بس كمان لسوء الحظ يعني انه الوضع العام عم بياثر علي وعلى كل الفنانين يعني كلنا بالهوى لا شك انه العالم العربي عم بيعاني شويه مشاكل فنيه وغير فنيه فالانتاج ما بقى مثل الاول اكيد والشركات خف انتاجها كثير صح هدى اجمالا انت بتساليني هالمره انا بدي اسالك يلا اسالي هيدا الشيء لا حلو على انا على كل حال ان سالتك او سالتيني حلو الجواب بيكون منك او حبيبتي مني. حبيبتي بتعرفي قد ايه بحبك واكيد كنت باني عم اقول مع ميشو ميشيل ميشو انا معود عليك بيت لازم اثنيناتكم الله يسترنا بالحلقه كنت باني عم اقول له بالكواليس انه كثير مبسوطه انه عن جد الحلقه اللي انا موجوده فيها انه اشخاص كلهم بحبهم حبيبتي ثانك يو كمان شغله حلوه بدي اسالك اذا شو مره واجهتي مشكله مع فنان كيف بتردي عليه؟ هل بتردي بالقلم او باسلوب ثاني او لا ما بحياتي استعملت القلم لحتى انتقم ابدا بالعكس لا ممكن توجهي رساله بالقلم مش ضروري انت وجه رساله اذا كانت شخصيه المشكله بينه وبينه هي قليله تصير يعني بس انه في حال صارت لا ابدا ولا مره بستعمل قلمي بس يمكن خلينا نكون تكون صريحة بمطارح يعني بصرف النظر إذا بدك عنه تقولي أحسن بالطنشة ايه ايه ايه. أدهم أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيكم شو بيك ساكت ما معودة عليك أبدا ساكت عم بترك فرصة يمكن حتى شو بدك تخبرنا اليوم أول شيء بدي أخبرك أنه هذا البروجرام ليالي الأنس معروف لك كثير بروجرام حلو وسيرج بونسوارك بونسوار لضيوفنا بونسوار للكل يمكن البروجرام اخذ منا وقت كثير حلو وكبير بس مثل ما كلنا عم نشوف الحمد لله بيستاهل انت بتستاهل والفساتين كثير حلوين انا شغله كثير حلوين بس صراحه اللي بحبيهم رولا لانه رولا من الستارز الاقل اللي موجودين بالدول العربيه اللي هي جسمها كثير حلو وشخصيه حلوه كثير غير على العلم يعني قبر بعضنا ساعات يعني معلش هذا بيخلق لما هيك شوفي لما يكون في اخوه لما يكون الناس اخوه مع بعضها بتتخالف اشياء بس كلها خلافات بس انا عندي سؤال معليه ما توهزوني كثير حبيت الاشياء الانكريستي على الروب شيء مقدم لا ميرسي خليكي حلو بس شيء كثير حلوين هن شو زرار كوكياج في زرار في في حجاره صدف او في شك بسيط بال لا بس شيء كثير اوريجينال عن جد برافو انا بشوف حالي كلبنانيه بالمصممين اللبنانيين لا
لانه كلهم عالميين وفعلا فعلا اثبتوا حالهم. وانت عن جد كارلا كانت من اهم معارض الازياء يلي كان عندها ذوق خاص، يعني كانت لما تلبس كارلا كان دائما تلفت النظر بازياء الخاصه عدا انه ازياء يلي بتمرق فيها على البوديوم. يلا بس هي شغله حلوه، هن بيضوا وجهنا بالتمثيل وبالقصص وانتم بتبيضوها بالفاشن. شغله حلوه تفضل سيرج. لا تفضل كارلا، انت اليوم اذا فينا نقول عم بتصوري مسلسل الاخوه، قد ايه عم ياخذ هذا الشيء من وقتك؟ قد ايه عم تتعبي؟ قد ايه وقت التصوير بمطرح طويل؟ خبرينا عن مسلسل الاخوه. هلا بعد عندي بس 3 ايام تصوير، يعني هذا الشيء كثير منيح. اكثر شيء تعب كان بالنسبه لإلي شهر 3 وشهر 4، لانه كنت عم صور البلوكات تبعولي، يعني عندك 13 14 ساعه شغل وثاني يوم كمان 20 صفحه جديده على شهرين. خبروني رح يترجم كمان المسلسل. نعم نعم الحمد لله، يعني بيعوه تقريبا ل 3 ارباع الكوكب الارضي. عم بينافس تركي بمطرح معين. مزبوط مزبوط، يعني برافو برافو على المنتجين العرب، لانه انا برايي انه نحن مع كل بكل تواضع، يعني الممثل العربي او المنتج او المخرج او الكاتب ما عندهم شيء بينقصهم لحتى يعملوا مثل المكسيكي الطويل او الفيلم الهوليووديه او المسلسلات التركيه. بدي اسالك، شي مره بتحضري حالك بتنقدي حالك بتقولي لا كان لازم اعمل احسن؟ كثير بنتقد حالي انا، وكثير بحضر حالي لحالي، بفوت على اوضتي بسكر وبصير اقتل بحالي. يعني ممكن تقولي مثلا يا الله يا ريتني عملت هالمشهد بهالطريقه مش بهالطريقه. فعلا فعلا، لانه هيك بتعملي اوتو كريتيك وبتتعلمي من حالك. بس اوقات الوقت السريع والمشاهد اللي ورا بعضها وما بتلحقي كثير يعني ترجعي تركزي او بتتعبي، يعني فمشان هيك بيطلع المشهد شوي مثلا كان فيني اعمله احسن، بس ما عندنا وقت يعني. يلا بس الواحد مثل ما قلتي بيتعلم من اغلاطه. ميشيل، ستار اكاديمي، انت بدايتك كانت بستار اكاديمي صح؟ صح. شو ضاف لك ستار اكاديمي؟ ولكن هو البدايه للانتقال، هو سبب كل شيء بحياتي هلا، يعني حلو. انا لولا ستار اكاديمي ماني مقابلك هلا. شو حلو شو حلو واحد يكون عنده وفا لحدا. اكيد انا يعني هي كلمه واحده بتختصر كل شيء، انا ستار اكاديمي سبب وجودي هون والمجال الفني كله، غير لي حياتي كلها الفنيه وغير الفنيه. بعدك عم تتصل معهم، بعدك بتحكيهم، بعدك مع المسؤولين، مع اصحابك اللي طلعت انت وياهم. ايه اكيد، مش كلهم صراحه يعني، بس اكيد يلي عم يصير كل ساعات. اليوم شفتها على الطريق من 4 سنين مش شايفها، اليوم شفتها على الطريق ست شوبر لما تشوفني. بعدك على اتصال معهم؟ ايه اكيد، يعني من فتره للثانيه اكيد بحكي مع الثلاث ارباعهم، يعني من كان من التلاميذ اللي كانوا معي، تلاميذ انا كنت تلميذ ما قصدي شيء يعني، بس او من الاداره يعني. طب انت كيف تغيرت حياتك من حدا مش معروف ابدا بخلال 3 اشهر صرت حدا معروف كثير؟ زادت كثير المشاكل. بس ما انت بينك وبين نفسك ما صار عندك هيك مثلا عندك شوي الايجو انا ولا لا ضليتك محافظ؟ لا. على لانه في كثير ناس مش قصدهم من ماشي يعني بيكونوا تحت الاضواء نهائيا وفجاه بتلاقيهم صاروا كل الناس بيعرفون على الطريق، فهيدي بدها قدره انه الواحد يقدر يعمل كنترول على حاله تما يقول انا وانا. لكن هو شيء مزبوط، واوقات ما بعرف شو بيقولوا لها هي اللمبه اللي بتضوي، اوقات هيك واحد بينسى حاله بيرجع لا بيرجع للارض يعني. بس انت عشتها كم يوم. صدقيني انه لا مش عم بحكي عن حالي، انا سيرج وهودا كثير بيعرفوني، مش عم بحكي عن حالي. يبقى بيعود للتربية. صدقيني الشيء اللي ما بحبه بالشهره هي الشهره، انه خلتني صير بدنيا ثانيه يعني بعيد عن حالي انا يعني. مشكلة انت بتعرفي يعني اكيد. هذا اليوم ترتيب الشبكه ضمن المجلات وين ترتيبها؟ مرتبة الاولى، مرتبة الثانية، مرتبة الثالثة، ولا كل اسبوع شكل؟ هلا اذا حسب الستاتستيك لك مش ضابطه. ما انا ما خصني مش ستاتستيك عندي، ستاتستيك فيرجن. لا عم بمدح، بس انه اكيد هي من اهم المجلات بلبنان، معروفه على صعيد عربي حتى من اهم المجلات، وبتعرف هي محافظه على برستيجها، يعني بس تقول شبكه كيف كانك بتقول محطة عربية مهمة، أو يعني هيدا البرستيج اللي ما بينتهي مثل أي ماركة مسجلة، قد ما يطلع ماركات أو بتضل موجودة أو برودوي جديدة، بتحس إنه هالشيء الأصلي بضل محافظ على أصالته، وبقى الشبكة أكيد ويمكن أنتم بتعرفوا بتتابعوا يعني حلم بالنسبة لأكثر إنه يكونوا فيها على صفحات. طيب إذا شي مرة يعني كتبتي موضوع جوات المجلة وما انحط كعنوان،
بتزعلي وبكون موضوع افترضي مثلا يوم مستضيفه رولا سعد اكيد بتزعلي رولا سعد وحكي قصص كثير مهمه وما نحط من الاداره العنوان عن رولا سعد ما بهم لك ليه لانه اوقات الموضوع اللي جوا بشد اكثر من العنوان اللي برا يعني هلا ما في شك انه هو العنوان هو اللي بشد كثير اكيد بتحطوها برا المدخل ما في شك المدخل هو العنوان هو المدخل لاي موضوع يعني بس ما بيقولوا الرساله بتنقرا من عنوانها وزاد الشيء بالصحافه يعني العنوان هو المدخل لاي موضوع بس بتخيل انه اللي عباله يفتش على مواضيع ان كان لإلي او لاي فنان بحبه مش موجوده برا بده يقراها اكيد ايوه يعني انت كثير في ذيل للشبكه اكيد احنا كمان بنحبها الحلو الحلو سوري بدي اقول شيء الحلو بالشبكه انه ما عندهم شيء اسمه صحافه صفراء ولا مره كتبوا اشاعات مغرضه وما بيفوتوا بمشاكل الفنانين غير ما يتاكدوا وما بيأيدوا ابدا انه هاي قالت وهديك قالوا يعني هذا الحلو محايده وبنوثق فيهم على العميانه يعني ما في لزوم ترجعي تشيكي اذا رح ينزلوا الخبر مثل ما انت قلتي لانه فعلا بيكتبوا كل شيء صحيح وهيدا انا عن جد هي التجربه خير برهان يمكن انتم كمان لانه كلكم كنتوا ضيوف بالمجله بتعرفوا قد ايه في هاي برافو للاداره يلي ماسكه هيدا الشيء اكيد يا عم يا كارلا شو بتحكي حلو لا عن جد حلو طبعا فعلا طبعا فعلا بحكي الحقيقه انا ما بجي ما الحلو يعني الحقيقه صور رولا حننتقل على موضوع اليوم مثل كل يوم موضوع اليوم موضوع اليوم هو البخل والكرم يعني إذا كان واحد بخيل مشكلة أنا برأيي البخيل بيبقى بخيل بكل شيء حتى بأحساسه وبعطائه شو رأيك يا كارلا؟ فعلا قلت شيء حلو انه انا عندي مشكله انه ما مش بخيله باحاسيسي لانه كل شيء بقوله يعني وهذا الشيء بفوتني بالمشاكل كرمي بالاحاسيس بيعمل لي اوقات مشاكل او عفويتي اذا بدي وبنزعج من في مخرجين بيبقوا بخلة ما بيشوفوا احساسنا او ما بيترجموه يعني بتزعلي مش بزعل كون انا شاحنه حالي مثلا هيدي بقى خبر عاطي الدور للاخر شاحنه حالي بهالرياكشن هاي وما بشوفها على الشاشه فهذا الشيء بزعل مني بتلومي ولا لا؟ لا لا طبعا ابدا ادهم اول شيء بدي اقول لك انت من المصممين الشباب المميزين جدا وانا ما اخترت ازيائك عبس الا من بعد ما شفت الازياء الحلوه فبدي ارجع ارحب فيك مره ثانيه لانه باول ما قدرنا نحكي معك اهلا وسهلا بس فيك بس عنده بخل كبير شوي شو؟ ادهم مش مكفى الفستان ولا مكفيه على الفستان دخل هيدي عين فن وعين تاتش ازياء بصير هيك بس رولا انا بصراحه كثير مبسوط انه اشتغلنا هاي البروجرام سوا لانه تعرفت عليكي اكثر بكثير وانت شخصيه بتعقدي ميرسي طبعا يعني الكل بيعقد هون بس بس بالفعل يمكن عشنا ايام كانت كثير حلوه وهي اللي عطت هالنتيجه الحلوه ميرسي حبيبي انا بيشرفني اني اشتغل معك شو رايك عطل. بالبخل؟ هلا جبتيني على البخل انا ما في كثير بخل شكله كريم ليك حاطط لي كثير اشياء لا غير انا مش مكفص بتابعي بعد ما صرت وقدم لك صفحتين ليك ليك الاشياء الناس كيف بتشوفها هو شافه انه بخيل وهي شافته انه كريم حلو شفت انه نحن ما في دائما كل واحد عنده نظره ايه طبعا ما بيتفق بالنظريات بس انا من رايي كارلا حدا كريم كثير حدا كريم كثير يعني انت ضد البخل انا ما بحب البخل يمكن نحن بعائله ما اهلنا يعني ما عودونا انه نكون متقشفين او بخلة فيمكن بيت كان كريم طبعا بدا زغرب بيت حدا وكان يمكن طبع من نحن وصغار انه نسخه على كل شيء بنعمله هيدا الشيء يمكن بيخلي الشخص ما يحسب حساب للايام كثير وللبخل كثير حتى الاشياء الماديه نحن يمكن ما بنحسب حساب لبكره كثير فما ما بعرف بيزعل واحد لما يلاقي وضع كله بخل اكيد هدى ابشع صفه هي صفه البخل لانه مثل ما قلت بالاول فعلا بيبقى بخيل بيبقى بخيل بعواطفه انت اذا بتحكي عن الفنانين اليوم خلينا سكتين خلينا بعضهم اكيد انا بقول لك الفنانين اللي بيعنوا لها مسكول ايه مثلا ايه
او مثلا كول مي بليز بيبقى حدا انه عن جد عادي بيكون هو عايزي. لا عم تمزحي إيه والله شو معقول يا كريم؟ علما انه انا لا ما فهمت ليش قلت لا عن جد هيك شيء لانه انا عن جد ما شفتك تنجزتي او حدا يعني حتى من الصفوف الاولى يا لطيف ايه انه كول مي بليز مثلا او او مشكله او واتساب او مثال لا واتساب ارجع احكي هلا انا ما عندي مشكله بالعكس انا بصر ليك بس الواتساب انا بلاقيه اليوم شغله مريحه انا ما بلاقيه مثلا بخل او ما تقرب على الواتساب لانه مثلا انا من الناس اللي ببعث كثير واتساب يعني اسهل بكثير من اي شيء ثاني لا ما لا انا لاوصل يعني انا اوقات مثلا بضطر انترفيو يعني اكثر من انترفيو اعملهم على التليفون انه لانه اسهل لإلي وأسهل له بالنسبه للوقت بكون متفق انا وياه انه هلا بدنا نحكي مثلا سوا بعتبر تاخرت دقيقه عن الوقت يبعث لي كول مي بليز ماشي بقلع انا لاول وهله ما بصدق برجع بقول بركي الرقم انا مصيفته غلط لا لا هي حدا يعني من عن جد هي جديده انا ما بقبل على فكره كل الفنانين يمكن بيعرفوا انه انا بس بكون بدي انترفيو من حدا بقول له سكر بليز يمكن رولا ما بعرف اذا بتعرف الخبر بقول له مثلا بس انا ما برضى لا رولا على فكره من من الكرم احكي اليوم عن رولا شخص عن جد كثير كريم وخليني احكي على الجانب الانساني انا بعرف كثير قصص انا عن رولا هلا مش رح احكي عنها حقيقتها مش عبالها تحكي عنها بس انه هيدا الجانب الانساني اللي كثير بقدره فيها وبعرف قد ايه هي كريمه وبيبسطني هيدا الشيء لانه الكرم بمطارح المهمه هو هو التحدي وهو الجرأه صحيح انك تعرف وين تتكرم بقى لا رولا من الفنانات ثانكيو يا هدى شكو باي يعني على صوتك بالنسبه لهالموضوع يا عمي خجلتوني صرت حدا مش غلط ميشيل انا شو رايي بالبخل ولا بالكرم؟ لا بالبخل الكرم خلينا نسالك رولا تعلمت ما اكون بخيل من انا وصغير عمري 3 سنين كنا نروح على المدرسه نمسك الساك اللي نحط فيه الاكل هونيك نهار رحت بلا ساك نسيته بقى على الفرصه الساعه 10 انا كنت كثير طبوش هيك ومدعبل بدي اكل ما فيني عندي اجى صبي قال لي شو بك؟ قلت له نسيت الساك بالبيت اكيد مش هيك قلت له اياها يعني نسيت الساك بالبيت ما في الترتين معه ساندويش وحده وجاي فيها كل النهار بده ياكل هالساندويش يعني قام شايل ساندويش شوكو ماكس واعطاني اياها كنا بالبتي جاردان شو بتقول له هلا؟ بعدنا لليوم اعز الاصحاب وحتى بتشوف في اخوه بالشبه وبكل شيء يعني يعني نفس الجدي فكرتكم فتحتوا محل ساندويش شو بتقول له هلا؟ هلا بقول له ان شاء الله يجي نهار ادي لك ساندويش الشوكو ماكس لانه وقتها غير مزبوط لانه بوقتها كان لها كثير معنى هي ساندويش مزبوط على فكره على سيره هيك انه الكرم كمان هو تربيه انا بقول انا اولادي مثلا اي شيء بدهم ياكلوه بعتبر بقول لهم افتحوا ضيفوا فلان وضيفوا فلان بعودهم من هم صغار انه لازم تتقاسموا الاشياء مش لوحدكم تكونوا اذا كارلا اذا شي مره واجهتي شخص انت بتحبيه بس بخيل عندك الجرأة تنصحيه انه يبطل بخله؟ اكيد اول شيء بقول له ما عندك مشكله لا بس انه بده ما تجرحيه او شيء ممكن تقولي له انه انت شوي بخيل او لا بقول له اياها بس مش ضروري اقول له بخيل ايه شو بطريقه ايه انه فك ايدك شوي انا الاكزامبل كون انا اكزامبل بلش انا بالاول تا ينعدى هو بركي ما زبطت معه لا بقول له ساعتها لا خلص بقى ادهم الفنانات اليوم قد ايه كرم على اعمالهم اوقات بيطلبوا يمكن فساتين دائما بدهم يظبطوا ظبط لنا اياها شوي صغيره كذا خبرني اكثر عن الفنانين كيف تعطيك معهم هلا بالاجمال يعني انا مش بس الفنانين حتى الزباين والاصحاب أكيد. وكل الناس اللي بشتغل لهم انا انسان ماني متشبث كثير برايي يعني بحب اشتغل بذوقي وذوقهم كمان يعني بسمع للشخص شو حابب ما بلبس الناس بس مثل ما انا بدي ايام حسب هن كمان شو حابين لانه حلو المشاركه بكل شيء بهالحياه حتى بالازياء هي شغله مريحه يمكن اذا لبست وكانت مرتاحه بتعطي اكثر من انها تكون لابسه شيء وهي مضايقه فيه. هلا بالنسبه للكرم وبلات الكرم انا الاشياء اللي خاصه بالشغل يمكن الله منحني ناس حوالي كلها كريمه فما كثير مدقق او ملاحظ انه في ناس عم تبخل على شغله عندي بس الحمد لله انه عم يطلع نتيجه حلوه وهلا طبعا انا كثير مبسوط برولا لانه حبيبي. الكاميرا والقعده انا بتفرق عن الناس يا جاي شو رايك بالبخل بالفن كله؟ ليك انا يعني الرجل البخيل او الامراه البخيلة عندها مشكلة البخل عيب أنا بالنسبة لإلي عيب لأنه ما في أجمل من العطاء ما في أجمل أنك تعطي من ذاتك للآخر فمشان هيك أنا عندي مشكلة يعني ما بقدر أكون كلوز لحدا بخيل
لانه مثل ما قلت انه بيبقى بكل شيء بخيل، يعني بده يحسب كل شغله، بالكلمه اللي بده يقولها بده يحسبها. لك اذا بتحب يربح جميله بالكلمه. برافو عليك، عرفتي؟ فمشكله. انا انت شو رايك؟ طيب انا في انا بدي اقول شيء. انا بدي اقول انه او تي في اليوم كثير كريمين بهي السنه برمضان على هالديكور الحلو فعلا. بقول ميرسي لميريا يعني وعلى السكرينز الحلوين وفاجئتوني. انا يعني بدي اتشكر اداره الاو تي في اللي حطت ثقتها فينا. برافو للمنتج الكريم يلي عمل هيدا السيت. ميرسي اكيد للاو تي في يلي هن عن جد عملوا هالبروجرام كثير حلو. مريم يلي هي عملت ديكور كثير مميز، يعني كل واحد اشتغل شغله من ادهم للازياء للدي او بي توفيق، فللكاميرامانيه كلهم سوا اللي عم يعملوا لنا احلى لقطات. ولجانب الانتاج اكيد اللي ساهموا مثل نانسي حداد والكل اكيد. والفريق التقني كله، يعني كلكم كلكم. يعني قد ما نشكر مش هنلحق هلا. كلكم كرامة. ايه. اوعى تتبخلوا بس مرت الجاي. مش يعني اليوم قلنا كلمه مرت الجاي. ميشيل شو بدك تسمعنا؟ يلا كيرم علينا وسمعنا. وياه هيك هيك الموضوع. كرمال الله. يلا. هي الغنيه اللي غنيتها اللي بتحكي عن حاله اجتماعيه، عن الطلاق. شو بيأثر على الاولاد. وانت كنجم او تي في اووردز السنه يعني 2013 مضبوط. انا غنيتها كمان غنيتها على مسرح او تي في اووردز. رح نفترق عم نحترق تهني ارتاحوا ويبطلوا يحكوا علينا وين ما راحوا كرمال الله روحي واتركيني روح كرمال الله ما بقى تبكي خلص روحي واتركيني روح كرمال الله ما بقى تحكي وتزيدي بجروحي ما بقى لي روح كرمال الله روحي واتركيني روح. الله 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 يسلم هالتم. ميرسي. بكل حلقة عندنا فقرة إنسانية، خلينا نشوف سوا مع ضيوفنا شو الحالة لليوم. الوضع تعبان، ولادي كمان حالي تعبانة، بيتي عم بهر. كم ولد عندي؟ عندي 4 صغار. فينا نعيطهم؟ انت علي وانت وائل وانت فطومة حنان. شاطرين بالمدرسة؟ مين أكتر؟ ما بنعرف، مش عم بقدر اعلمهم مثل بقيه الاولاد المدارس، ولا حتى اكل مثل الاولاد العالم، ولا حتى لبس. يعني تعبان كثير حالتي، عم بضلوا مرضانين، عم بضل الدنيا بس تشتي عم تشتي علينا هون على السقف عم بهر. الوضع كثير تعبان ومش عارفه، مقهوره عليهم كثير، شو بدي اعمل مش عارفه. عرفت انه بده يطلعوهم من المدرسه؟ بده يطلعوهم من المدرسه وبده يطلعوهم من البيت كمان، ويطلعني صاحب البيت لانه عاطيني انذار. 4 اشهر مقصوره وما في بيوت لحتى الاقي بيت اضب فيهم هالولاد. ليكي مطبخي كيف؟ حالتي كيف؟ مش عم بعرف شو بدي اعمل. Thank you.
شو بدي ساوي مش عم بعرف. اي حالة انا فيها اي مش عم بعرف. شتي نزل عليهم السقف هذيك المرة من فوق قلب عليهم كل قتلهم للولاد صغار. حتى حكمي مش عم بقدر احكمهم. اذا بدي اروح على المستشفى ما يستقبلون لانه ما عندي اخذهم على مستشفى احكمهم. ما بعرف شو بدي اعمل. حالتي تعبانة، حتى كهرباء ما فيني ادفع، اكل مثل الله والناس للولاد ما فيني يعني طعميهم مثل بقية الولاد العالم. فبتمنى هالولاد يعيشوا عيشة مثل بقية الولاد، لانه يتعلموا شيء بسيط مثل بقية الولاد، ياخذوا حقهم من هالحياة. فبتمنى انه هالشيء يعني يكون لإلهم، لا اقدر اعلمهم حكمهم شيء. هل بتمنى يعني لازم تكوني شوي قوية قدام الولاد، شفتيهم كيف تأثروا وتضايقوا. أنا طالع بإيدي أعمل شيء، وجوزي نص النهار عم يشتغل ما عم يقدر يعمل، والعيشة غالية والأجارات صارت غالية، وصاحب البيت بده يطلعني من البيت ومش عم بقدر أدبر غير بيت، يعني 300 دولار شو مش عم بقدر أدبرها لأدفع أجار بيتي. ها أربعة أشهر بدي كبني برا، قال لي بدي كبك برا وقفل الباب، أنت وولادك سطفلة، وين بدي أروح؟ ما حدا بيحملني، ما حدا بيقول لي وينك. فشو بدي اعمل؟ مش عارفه شو بدي اتصرف، مش عارفه كيف بدي ادبر اموري. ان شاء الله الناس المحسنين يطلعوا بحالتك وبحاله هالولاد، وان شاء الله المشوار الثاني يكون جايبين لك فرحه. ان شاء الله. كارلا انت ام، شفتك تأثرت كثير بالريبورتاج. طبعا اي حدا بيتأثر، بس بزياده كأم بتحسي بالحرقه اكثر. اكيد، بس بحس بالحرقه اكثر على الشرق الاوسط يلي الاعداء بدهم يعملونا اياه هيك. يعني نحن بحق لنا يكون عندنا وطن فيه امان اولا، وفيه تامين، وفيه ضمان، وفي حدا يطلع بهول الناس اللي هيك. ما بقى بيصير هيك نحن لبنان السياحة والأشياء الحلوة وقطعة سما يكون في بعد أشياء هيك. يعني هلأ يعني نتمنى لربنا يطلع بالشرق الأوسط وبهالناس اللي مثلهم. إن شاء الله إن شاء الله يا رب. بس هو الفقر والتعتير موجود وين ما كان، حتى بأهم بلدان بالعالم. لكن أنا بضم صوتي لكارلا أنه نحن يعني كفينا تهجير مثل هاي، هيدا التهجير يلي عم بيزيد هالأشياء هيك. هي وين هيدي الحالة صارت؟ ما لازم نقول، ما هيك؟ لا فينا بالضحك. بالعكس انه انت هلا شوفي هلا بس كرمهم كثير عند عائله حلوه. يعني طبعا يمكن وضع مادي ضيق او وضع مادي شيء، بس الله كرمها بعائله حلوه ما شاء الله اولادها وكل شيء. انه هي جوزها موجود ولا لا؟ ايه بيشتغل نص النهار. هو صراحه قبل ما اخذ راي هدى وميشيل، هني صراحة أنا دائما بقول إنه لما بتشوفي غير الأشياء اللي بتطلع لك، لأنه في أشياء بيستحوا يحكوها، في تفاصيل ما بيتجرأوا يحكوها خوفا من حدا أو خوفا من رب البيت أيام. يعني مش عم بحكي عن هالحالة، في أشياء كثير بعدها مخباية، لكن عندهم وجع وعندهم جوع وألم كثير كبير. لا شك إنه الله رزقها بأولاد، بس هالولاد ما عم يقدروا يتأمنوا لا بأكل منيح ولا بشرب منيح ولا بعلم ولا بطبابة ولا بشيء نهائيا. فنحن اليوم دورنا عبر الإعلام إنه نقدر نلفت النظر على هالحالة، لعله يكون في محسنين إن كان هالحالة أو غيرها من الحلقات يقدروا يطلعوا فيها. يا ريت كل حدا هيك قادر إنه يعني مثل بيقولوا فلس الأرملة، يعني لو بشي بسيط يمكن بيقدر بيعمل أشياء كثير. وهي بتوجع القلب اكثر لانه هالقد العائله انه اسم الله كبيره، وجع القلب اكثر انه ما قدرت اعمل لهم شيء. يعني عمرهم صغير، بتحسيهم بتحسيهم قاعدين تحت الدرج. يعني هي بتقول لك انه كان وضعهم قبل احسن، صار لها سنتين وضعها صفر لانه وضع الكل، وضع الكل ماديا وامنيا وكل شيء. بس عائله مثل هاي بحاجه اكيد لمساعده، لانه اربع اطفال واربع اطفال صعب يضلوا قاعدين هيك قاعده. يعني كارثه عن جد.
حتى حرام المجارير بيطلعوا تقعد. يعني في كثير اشياء تفاصيل ما قدرنا فرجيناها، الريحة بتقطع يعني الجينيراسيون يلي جاية. ايه. انا بخاف من الجينيراسيون يلي بدها تجي انه هول الاولاد شو بدهم يصيروا بالمستقبل. مزبوط. ميشيل شو بتقلها اليوم لسعادة؟ يعني شو بتعطيها نصيحة؟ شو بتقلها؟ يعني بعرف انه هي مرة كثير معذبة اليوم وخصوصا اولادها حواليها ومش قادرة تعمل شيء، شو بتنصحها؟ أول شيء قبل كل شيء قبل ما نحكي من جوا بنصحها لها هي ولعائلتها ولجوزها يروحوا يصوتوا للمسؤولين اللي عنا ولا يتبعون لا يكونوا من أي منطقة نحن بنتبع المسؤول تبعها أو الطائفة أو يعني هالموضوع ثلاث نقط لأنه هن اللي وصلونا لهون والله ينجينا من الآتي يعني اللي بقول لها إيه بدها تتكل على ربها بدها تصلي لأي ديانة كانت هي من بتتبع لها تصلي لربها وانا انا مؤمن جدا انه ما في رب بيترك شعبه ولا تابعينه ولا عابدينه اكثر من شو بيقول الله يقومها من اللي هي فيه اكيد والرقم على اسفل الشاشه رولا مثل العاده لكل الناس اللي حابين يساعدوها ما لهم غير يتصلوا على الرقم على اسفل الشاشه وتنغير شوي جو بالحلقه خلينا ننتقل على شخصيه اليوم بوقت الحرب العالمية الثانية كنت تتعلمي باليه صح؟ مزبوط وقدرت اتعلم بأقل من سنة صرت ارقص واعمل بيرفورمانس وقدرت تشتغلي كرقصة باليه؟ قدرت اعمل بيرفورمانس وطلع مصاري وهيك كنت ساعد اهلي هي فنانة عالمية ترقص باليه بدكم تحذروا مين هي الشخصية اكيد كل شوي نحن حنعطيكم شوية معلومات ومين اليوم رولا رح تجسد اي شخصيه عليكم انتم تحذروا. اول معلومه قالت لنا اياها رولا هي نسيت بترقص باليه اوقات ترقص معه انا كهي المثال بتحكي اكثر من ست لغات بعدنا عم نكب معلومات ما بعرف اذا بتحذروها غير معلومه معروفه بجمالها الطبيعي هي ممثله ماري مش مغنية؟ لا 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 ممثلة اه ممثلة ماري مورو ولا لا؟ لا ماري مورو ارجع بحكي انجليزي مش ماري مورو انا بدي سفيرة النوايا الحسنة باليونيسف مش حدا قديم حدا بعده طيب؟ ايه هوليوودي حدا بعده عايش على حدا منه بعده طيب اصيبت بمرض السرطان وهي حدا كثير بيحكوا عليها عربية ولا عالمية؟ لحظة أنا عرفت مين بس لا شعر قصير أوبرا لا أوبرا بعد عايشة من بعد 15 سنة شغل ونجاح قررت تكرس وقتها لعائلتها ومثلت ببعض الأعمال بشكل استثنائي هي كانت بمرحلة معينة بحياتها كانت هيدي سيمبول تبع الفاشن طبعا انا تفضل مسيو سامبول فاشن تفضل بس انت تحزن انا اشتغلت انا اشتغلت كاركتر هيدي انا كثير بحبها لاودري وهيدي اودري اودري هابر اودري هابر 100% عن جد تحكي ست لغات؟ ايه شفتي عم بعطي معلومات ما كنت اودري اسم الله عليها لا بس شغله اي طبعا يعني نحن بنشتاق لهالنوع من الممثلات لانه كان سبحان الله كان في وزن كان في ما بعرف كانوا ينحطوا بطريقه على فكره كانت كثير مبتكره اليوم اذا بنلاحق حتى الفاشن الجديد والاشياء الجديد كيف اخذينه اشياء من اولديز كان كثير اشياء هي مبتكره لبسه كثير اشياء طبعاً. لاول مره وعملت كثير قصص حلوه بالفعل كانت فنانه قويه يعني بتحب ازياءها؟ ايه طبعا يعني بشدك اللاين وكان عندها ستايل انا بحب الاشياء بحب الاشياء الكلاسيكيه والسكسي مع بعض يعني كانت تدمج بين اكثر من شخصيه مع بعض قويه بنفس الوقت كلاس بنفس الوقت ستايل يعني هيدا شيء حلو بعدين لما جسدت شخصيتها انا مثل ما شفت غير ما كنا متوقعين حسب ما عم بشوف بعد المونتاج وبعد الشغل صراحه سمثينج فيري نايس كثير كثير هلا بدك خلينا نشوف اكيد لا يعني مش قادري احكي اكثر من هيك يعني خلينا نشوف قادري خلينا نشوف الشو والشو مع رولا And still have faith for me.
How do I look? Very good. Você está gostando do açougueiro. Very impressive. What's it mean? I believe you are in league with the butcher. وين بتلاقي جمال المرأة الحقيقية؟ جمالها مش بشكلها ولا بتيبها، بنفسيتها الحلوة والطريقة اللي بتطلع فيها اللي بتظبط شعرها. Gentlemen in New York City, Miss Audrey Hepburn in Roman Holiday. I want to say thank you to everybody who in these past months and years have helped, guided, and given me so much. I'm truly, truly grateful and terribly happy. تركت التمثيل كرمال ولادي يلي هني اهم شيء بحياتي، وبتعرف لو ما اعتزلت كنت ندمت كثير. وحشني تعال انا بستنك يا شغل اللي بعدك.
حلو مش انت وهيدا هيدا الشطاره انه ما تكوني انت بهيك شيء هي هي شو القصه؟ لا شك انه انشغل بطريقه كثير برو كيف في ميك اب خاص ارتست ايراني كان يحاول انه يقرب للشخصيه مثلا هون انا مركبه منخار ما بعرف اذا لاحظته لا بس اكبر ناجح يعني حبيته واللوك شعر ظابط مزبوط والفستان والشيان لا حبيته نحن يعني بالنهايه انه انا في كاركتر وفي ملامح وجهي مش عم في بعض اللوكات عم تزبط في بعض اللوكات وسط يعني مهم ستيل يعني مهم نقرب لا مهم نقرب للشخصيه شيء جديد بعدين عم بتضوي على حدا يعني كان لازم حدا يضوي عليه فعلا ثانك يو هون بدي اقول اكيد تحيه لنادين اسمر المعده معنا بالبرنامج اللي الايدول تبعها هي اودري هابرن يس طيب ادهم ما قلت لنا قد ايه اخذ معك وقت مثلا هيدا الفستان؟ نص نهار ما كثير هيدا كان سريع هيدا سمبل لا شيء ما في شيء سمبل وشيء يعني أودري مثلا كانت مشهوره بكفوفها بالسيجاره تبعولها بلولو كيف تلبس سنتري على قد جسمها بطريقه الرافينات كانت كثير هيك رفعت شعرها يعني فيري سمبل بالنسبه لغير كاركترات كان هيدا الكاركتر ما اخذ كثير وقت مع انه اخذ حقه لانه قطعه كثير حلوه ورولا زينته بطريقه كثير انا اقول لاحذرها عم بقول برافو انه عنده بروجه هلا بيني وبينك نص شطاره نص الزعبر الزعبر حافظ الكاركترز اللي اشتغلنا عليهم حافظ اسمائهم واشيائهم على حسب ما حكيت عنها غير انه مشهوره اودري بست لغات بتحكيها ومشهوره بعدد من الاشياء بتعملها انت بتحبيها لاودري ولا ما كثير ما قدري فيها من قبل انا ما كثير بالفن يعني يمكن هون اي فنان طالع جديد او هيدا كله بعرفه بس بالفن الغربي ما كثير بيعني لي يعني بعرف هيك كم حدا بس ما كثير بعمل ريسيرشات على اشياء شخصيات الا اذا عتستهم للصحافه ولا اذا عتستهم اكثر اذا عتستهم باعداد برامج يعني انا لانه بشتغل كمان اعداد برامج غير شغلي بالصحافه اذا عتستهم بدومين يعني بعمل ريسيرش لادق التفاصيل بكل شخصيه المفروض اتناولها بمواضيع معينه بس بما انه ما كثير بعتازها وما كثير بتطرق على مواضيع هيدي يعني معلوماتي على قد بسيطة انا مثلي كمان معلوماتي خليكي بالاعلام كثير منيحة ونحن بنهتم بالسينما كارلا شو ناقصنا نحن تكون بهوليوود؟ ناقصنا بلد وامن و بس 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 وفلوس وانتاج طبعا هو الانتاج بس ما هي بدك امان لحتى تقدري تركزي وتشتغلي بتلاقي انه الممثلين اليوم قادرين يوصلوا للمراتب اللي وصلوا فيها بهوليوود لازم لانه ما ناقصهم شيء يعني لا ثقافه ولا شكل ولا اداء يعني انا هو منه الممثل برا احسن من الممثل هون هو كل هو الانتاج وضخامه الاضاءه وال عندهم فرصه بيكون مثل ما قالت كارل كمان في انتاج اكثر يعني بيهتموا الشخص بدعاء ازاد مش بس هيك هونيك مثلا بيبقى منتج ماشي على الطريق شاف وحده مثلا شدته بكاركتيرها او بستيلها بتوقف بيقول لها بدك تمثلي بنبشوا على المواهب اكيد مثل اديت بياف مثلا لانه عاملينها صناعه يعني اتس بزنس نحن بعدنا يعني عم نحاول بس انه لما تكون صناعه وفي لها بادجت موجودين بصير في رول مان يعني بدي اقول انه اديت بياف لما حدا انه من الطريق ما كان عندها محل لتاكل فقيره كثير كانت معتره كثير وليك وين صارت من وراء انسان امن فيها على العلم انه هي حدا كان كثير منه حلو ما راح اقول بشع يعني بحبها كثير 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 حدا مش حلو لكن كسرت الدنيا واثرت بكثير من الناس حتى الجيل الجديد قسم كبير كثير بحبها لحتى نشوف انه مش الشكل هو كل شيء لانه اليوم لسوء الحظ في كثير ناس بتنغر بالشكل وعم بينسوا الاداء 100% ميشيل انت بتقول 90% من الفن دعاره لطيف هي هي لك سيئمي يعني سيئمي هلا وضح لنا شو الدعارة شو قصدك شو قصدك بهيدا الشكل على العلق وبيت الأزل بعض صعقت إصعاقا طيب شو قصدك ايه صرنا غير حلقة هلا مسيئمي هيك ولا لأنه هدا هون أنا هدا عن جد مش لانه هي هون بس انا اكثر حدا من بين كل الصحفيين اللي برتاح انه انا اكون عم بعطي كل شيء عندي بدي اقوله واي سؤال بتسالني اياه بجاوب للماكسيموم
وكان لانه بتعرفي شو بدها تأيد من اللي بتعرفي لانه في عندي ثقه عمياء باللي بانه ما رح تغير بالمكتوب يعني. يمكن كانت اول مقابله لإلي بالشبكه هي من حوالي الاربع سنين يعني قديم شوي كمجله قالت لي ايه بكمجله شبكه كانت اول مقابله لإلي فيها وكنت ملوع من موضوع الاشياء اللي بتصير بالفن يعني يعني وراء الفن بالكواليس يعني اللي هي يلي هي رح وصل لها هلا انه عم بتقول لي هدى ميشيل بعد تخرجك من ستار اكاديمي شو شفت بالفن شو اول هيك صوره هلا بتجي براسك تقول لي عن الفن قلت لها جواب كذاب ولا بدي يكون عم بعدني انه ميشيل لهدى؟ قلت لا ميشيل بدي اياك تكمل مثل ما مبلش يعني بالمقابله. قلت لها دعار عم بيتهيأ قالت لك ستار هذا هو سكول قلت لي لا مش هلا حطيتها تيتشر عرفتني دغري ايه لا انه كثير فبعد بعد بعد هي الفكره براسك؟ هي الفكره ايه اكيد 100% لا اكيد لا لا اكيد لا انا قلت هيك طبعا مع احترامنا لفنانين كثير وممثلين كثير انا 90% ايه بس 90 اوكي بس المفروض نقول نحن مع احترامنا لكل ال 10% مع احترامنا لل 10% ليه بس شو الدعاره؟ شو هي الدعاره برايك؟ رأيك يعني انه شو تقصد بالدعارة؟ يعني مقابل المال يعني لا يعني لا في كثير ناس لا عندها الموهبة ولا عندها المظهر اللي المطلوب لتكون ان كان فنانة استعراضية او فنانة من اي نوع كان تستعمل الفن يمكن هي اكزامبل عارضة ازياء او هي اي شيء ثاني ما بدي نفهم مش ضروري يمكن شو ما كانت عم تستعمل الفن والتي في لحتى توصل لتغلي سعرها بس لتغلي سعرها لا بدي اقول لك شغله هلا من بكل العصور كان في فنانين استعراضيين مغريين بطريقه معينه بس مش معناتها اذا مثلا مثلا مثل ماريلين اوكي ماريلين كانت يمكن عندها حياتها الخاصه الى اخره بس كانت ملكه الاغراء وما زالت لحد انا ما قلت انا ما مثلا قلت اذا قصدك على الشو اللي بيعملوه او هيك لا 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 لا, لا ابدا ايه ابدا ما قصدت هالشيء ايه ما قلي شو ليش انت انت رولا سوري على كلمه انت حضرتك لا ولا لا انت ولو بالعكس يعني انت هون احنا ببيت واحد بالجمال ما فيني احط لك علامه لانه كثير حلوه انت والسعراضيه والصوت موجود كل شيء موجود عندك قادره تعملي اي شو بدك اياه بس مش يعني اذا انت عملتي شو على المسرح يعني انت هدفك شيء ثاني إيه انا مش هذا الشيء اللي عم بقوله بس انا قصد عم بوضح لانه في كثير ناس بيشوفوا اذا حدا عمل شو يعني شوي هيك مميز بيعتبروه انه لا هيدا ابدا مش انا مش هذا اللي قصدته إيه مش هذا اللي قصدته عم تحكي عن نوع ثاني يعني انه في عندك ناس عم يتخبوا ورا شيء اسمه فن ليعملوا غايات خاصه ثانيه نهار بيكون عندك جمهور بحبك يعني عم اقول لاصحابي الشباب اقول لهم جاي يصور بروجرام كذا 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 بقول له سعد يقبرني يعني في ناس بتحبك انه في ناس بتحبك اسمه الي الي يقبرني مش هون الموضوع موضوعي بعيد كثير عن هيك هو الناس مش بس النساء يعني حتى بالرجال يعني ما نفوت كثير بديتيلز يعني بس مش اخذين حقهم الناس ما عندها موهبه عم تنحط بالصف الاول وعم بضوع عليهم هيدا الشيء اللي بيزعل ميشيل اوقات المصاري اللي بتوصلهم للصفوف الاول مش غلط مش غلط بس انا عم بحكي عن شيء ثاني لا غلط اكيد هلا بس ما فهمنا طلع الحق علي من هالاكزامبليك ابدا انت عندك شاب مثقف وصوتك كثير حلو وشكلك كثير حلو فما ناقصك شيء يعني هيدا الشيء اللي كان بده يوصله انه ناس ما عندهم موهبه وعم بيصيروا بالصف الاول بس بدي اقول لك شغله ما حدا بيصير هيك كله عم ياخذ وقت ليصير ممكن تعلق غنية بس بدي اقول لك شغله انه بالنهايه مثلا في ناس بيقولوا مثلا ضربت غنيته كيف ضربت غنيته انا اذا بحط مثلا 30000 دولار 40000 دولار واعطيت اذاعه تدعم لي الغنيه بكذا اذاعه الناس بتفكر انه مكسرين الدنيا صح هيدا مش مزبوط هيدا مدفوع حقها لا تنزع بهالطريقه اما ببلاد برا يلي هي للاسف شديد نحن مش موجوده عنا اذا بدك تاخدي تحطي غنيه باذاعه بدهم يدفعوا لك هن فالناس بتفكر انه اذا اف ميشيل اليوم مكسر الدنيا كل الاذاعات ببرما عم تحط غنيته طب انت بتلاحظي انه لفتره معينه بتوقف لمده شهر او شهرين او ثلاثة اشهر وقت المصريات حسب الدفع المصريات اي عاد مشان هيك انا بفهمه لميشيل لانه بتحسيه من جوا محروق ليه لانه عنده الصوت اللي كثير حلو انا والله العظيم مش محروق لا لا فسر لك انا شو بقصد هلا في سر لا لا مش هيك بس برضه انت ميشيل بتحس انه انت بدك انتاج بعد اكثر يعني يقوم بالمستوى الصوت والشكل والاداء والثقافه اللي
انت فيها. هذا اللي انا بقصده. في ناس بس ردا على كارلا، في ناس من ما عندها ابدا الموهبه وما عندها وما عندها وما عندها، بس توصل لمطرح العالم بتحبها وبتشوفها، ايه هيدا صحتين على قلبه. بس انا مش هيدا موضوعي كمان، عم بقول موضوعي بعيد، موضوع هو الدعارة، كل واحد يفهم اللي بده اياه. خلص انا فهمت. كارلا كارلا انت اليوم كارلا وقفتي قدام الممثل المخضرم رفيق علي احمد، قد ايه هذا الشيء بيريحك وبخليك تمثلي اكثر باندفاع وترتاحي انه في شخص بوجهك بروفيشنال لاقصى درجه؟ هي سيف ذو حدين، ما في شك انه رفيق علي احمد انسان رائع و ممثل اروع. وجوده حد كثير ساعدني، كثير اخذت منه، كثير مهم الممثل بوجهك انت ترتاح له، لانه تصور انا مثلا عندي كلاش معك، ما قادره اقول لك بحبك وبدي اقول لك بحبك، بكون عم كذب، ما بتزبط يعني، بده يكشفني المشاهد. أكيد. أكيد. فاهم شيء انا اليوم برايي انه الكابلز او الناس اللي بدهم يوقفوا بوجه بعض يكون في تناغم بيناتهم. فبهنيهم، وحتى الكل يعني كل اللي بالاخوه كانوا مدام كارمن لبس ونادين والكل الموجودين، بس كان في كثير تناغم بيناتهم. نادين الراسي الممثل اكيد تحيه كثير كبيره لها، انك لعبتي دور امها بوقت اللي انتم شوي قراب بالعمر من بعض. صح، ليه بدي انتقدوها؟ بالعكس انا بالعكس انا بلاقيها حلو، بالعكس جراءة منها، سوري جراءة فعلا منه. انا بحب اتحدى حالي دايما، ودايما بنقي الادوار الصعبه شوي، وحبيت اتحدى حالي كممثله تشوف اذا الناس رح يصدقوا ولا لا. لا بالعكس انا بعتبرها جراءة منك، لانه كثير الانثى او المراه دائما بتخاف من العمر، انت تتكوني بعمر صغير يعني وعم تاخذي دور امراه ناضجه، بس هون النضج بالاحساس والخبره بالاحساس هي اللي بتخليك انت تتخطي مساله العمر او الريد. الممثلين كلهم اذا فينا نقول الشباب الصبايا اذا فينا نقول ما بيقبلوا انه يلعبوا دور الام، وخصوصا اذا كمان ممثله صبيه معهم، فهيدا انا بقول لك عن جد جراه كثير حلوه وتحدي كثير. انا ما عندي هيدي العقده، دائما بنقي الاشياء الصعبه وبفوت فيها. هدى بتخافي من العمر؟ ادهم جيتك مطحوس ابدا. انه بخاف صرت من اهل البيت من فكره التقدم بالعمر، بس بخاف من العمر انا ك لا بالتقدم انه ايه انه التفكير بانه يوما ما رح تجي الاخره يعني. طبعا هيدا اللي بخاف منه، ايه بس انه انا انه عم بتغير ملامحي وهيك لا ما كثير بتاثر. طيب انت مع التصنيفات الفنانين مثلا كلاس ا كلاس بي كلاس سي كلاس دي؟ هلا اجمالا في طبعا، ايه هن بيفرضوا يعني هالتراتبيه بيفرض حاله بتفرض نفسها يعني، انت بتصير تلقائيا ان كنت صحافي او كنت مشاهد عادي او اي مجتمع عادي بتصنف مثلا فلان هو صف اول. طب انت صنفتي شي مره حدا؟ اذا ما بيزعلوا مثلا؟ بتعرفي انا ما بحب، لانه اوقات يعني خلينا نقول ببرامج تلفزيونيه بتكون تدعو ضيف مثلا بقول لك انه انا ما بطلع بهالبروجرام لانه ما بيطلعوا صف اول، هيدي شغله كثير بتزعج على فكره. وانا مع انه بعرف انه مقتنعه انه اي فنان بيفرض نفسه ان كان صف اول او صف ثاني باي برنامج بحل فيه وبيعمل من هالبرنامج صف اول. بتعرفي هلا في شغله بدي اقول لك، انه الفنان بيعتبر انه تعب على اسمه كثير وتعذب لرجع لوصل لمرتبه اولى، بس انا بدي اقول شغلك انه في كثير فنانين مرتبه اولى جدا جدا ببلاد ثانيه مثلا مش معروفين 100%. فما في انا برايي ما في اسمه نجم اول، في نجوم كثير كبار ببلد معين مش معروفين يعني هي فيها فمشان هيك بعتبر. بتلاقي انت اذا نجم معروف كثير واجا بده يحكي نجم ثاني جوا الكواليس ومعروف ببلده ممكن يسلم عليه ويحكيه ويستقبله ولا لا؟ لانه انا صارت حادثه ما حاذكر مع مين صارت كشخص، بس صارت حادثه مع عادل امام بلبنان. عادل امام بلبنان نزل ليحضر كونسرت لحدا كثير مشهور بلبنان، بعد ما خلص الكونسرت قرر انه يطلع يسلم على الشخصيه، وتشز عادل امام انا بحبه وصديق وبوجه له تحيه طبعا. فبنفس الوقت ليطلع على غرفه فنان يجي ليسلم عليها وهو حكاها بالصحافه ما استقبلته. فهون مثلا نجم كبير ايام شو بتحطي ما بيعرفوا بعض ما ملتقيين مع بعض نهائيا. كيف؟ هيدا مش معقول هي ترفض انه مش معقول. لا بس هي صارت وحكى هو عنها، انا ما حبيت كثير قصه. لا لا انا قصدي انه ممكن حدا قال له انه ما قبلت تستقبل. لا 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 كانت هي موجوده وتسكر الباب. ادهم انت مصمم معروف ومحبوب، خاصه عرفت بالخليج وبالكويت،
ولبست من أهم عيال بالكويت من آل صباح وغيرهم ومن النجوم. بس لفتني شغله انه بحفله بتقولوا لها غبكه. صحيح. بيقولوا لها بالكويت غبكه يعني هي بتصير بعد الافطار. صحيح. لبس 123 فنان نجوم مع بعضهم. يلا كيف بقيت. قدرت تلحق وشو قدرت ترضيهم كلهم سوا؟ اول شيء بدي اخذ معك وقت هالتحضير. خليني قبل ما رد عليك بشغله رولا استغنم فرصه انه اقول اول شيء عيد مبارك لكلهم بالاخص لشيوخ آل صباح حكام الكويت اللي بحبهم كثير بدون ما عد الاسماء لعبوا عددهم كبير. وانا كمان بنقول رمضان مبارك. وبوجه تحيه لكل الفنانات اللي وقتها تعاونت معي لنعمل هالغبره الرمضانيه الحلوه اللي هي كانت تشمل 123 فنانه خليجيه كانت من ضمن اسيائي من الاسماء الكبيره كثير بعالم التمثيل وبعالم الفن. وبتعرفي هنيك بعالم الغنى ما كان في كتار كانوا مجرد ثلاث صبايا يعني. هيدي الغبكه كانت سنه 2010 عملناها وقتها بالهيلتون بالمانجاف بالكويت. بالفعل اخذت ضجتها ضجه كثير كبيره. قدرت ترضيهم مع بعضهم يعني كلهم سوا 123 عدد كثير كبير. برا بالخليج وبالنسبه معي انا مثلا لشغلي اجمالا بالكويت بالذات بعض الفنانات عندها استقطاب حلو لالي ولاسمي لشغلي لطريقتي فكان مجرد التواصل معهم للتعاون بهيدي النقطه قدم شغله كثير حلوه. وبتعرفي انت الخليج قليل عروضة الأزياء فكل كل ست ممثلة أو كل صبية مشهورة أو معروفة بتحب أن تكون إيماج معين لمصمم أزياء معروف بطريقة معينة فرحبوا كثير بهيدا الموضوع وكانت شغلة جديدة عندهم. وطبعا الخليجيين بحبوا كل الأمور الجديدة وبحبوا يكونوا سابقين ببعض القصص فكان سكوب كثير حلو وقتها لبروجرام. أنت بتستاهل كل خير أصلا أدهم. بريك صغير وبنرجع لكم. هلا خلينا نستقبل عالمة الفلك جومانا لتخبرنا شو في اسرار واخبار عند ضيوفنا. هاي جومانا. هاي رولا. مساء الخير. مساء النور سيرج. شو محضرتين لضيوفنا؟ الله يستر اليوم شو ناطركم؟ ما بعرف جومانا شو مخبيه. لا شيء حلو شيء حلو يا سيرج. ان شاء الله يا رب شيء حلو. ما تخوفهم يا سيرج لانه ارقام فلكيه بالنهايه وكمان انه بنتعاطى شؤون فلكيه مش اكثر من هيك. اكيد ما يكون فلكي اصفر مثل الصحافه الصفراء. الصفراء. لا اكيد لا اكيد لا فلكي فلكي بدون تمييز بالالوان. فيري جود. من عند مين بنبلش؟ كايرلا؟ لا 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 ادهم رفع ايده. ادهم يا ادهم يا مستعجل انت. طيب ادهم ارقامك عم تعطيني كلها ارقام ناريه يعني الارقام الناريه قد ايه بتعطي غضب سريع ولكن بتعطي رضا سريع. ارقامك حشوفك عم تشتغل على السوشيال نتورك يعني حشوف ادهم واسع نشاطاته على السوشيال ميديا تحديدا وهيدي السنه بالاضافه كمان لاخبار كثير ايجابيه بتتعلق بسفر قريب وتخطيط لارض ثانيه بتستفيد من ست من ارض صحراويه كانه بتطرح اسمك بمطرح وكمان تكرم بهيدا المكان لانه مبين بالارقام بتنتفع من وراء هيدي الست وبكون في لك تكريم وكانك حتاخذ الشهاده كانك حتاخذ شيء اضافي للشيء اللي انت فيه. أيوة في المجال اللي انت فيه حشوف الشهاده ممكن تكون شهاده من بلد اجنبي بتقديراتك او حتى اعتراف اكثر بقدراتك او حتى بتصميماتك الرائعه. شو حلو ان شاء الله. اخبار هي اخبار حلوه كثير وفي بعد ما كنا سبحان الله بصدفة عم بحكي أنا ورولا من شي ست سبعة أيام هيك بسياق حديث عم بخبرها عن شغله كمان بتتعلق لبرا وعم نرفض ونقبل نرفض ونقبل. على فكره شكلها رح تزبط رح توافق بالنهايه. على فكره جمانة انا كثير انا من المعجبين بشغلها على طول كيف بتحلل القصص. ثانك يو كثير. كارلا. كارلا كارلا عندها اثنين لام الف يعني باثنين لام وباثنين لا وكمان ما بترضى باي مشكله او حتى باي شيء ممكن يكون زايح عن الطريق فمشان هيك ممكن لاقيها حقويه ورافضه بنفس الوقت يعني بترفض ببعض المطارح اللي بتلاقيها انه اشياء منها مضبوطه. كارلا عندنا تكريم وبالاضافه لروحانيات عاليه وعندك فراس كثير حلوه وكمان الشخص اللي بتحبيه بتحبيه والشخص اللي ما بتحبيه ولا ممكن تتقبليه باي طريقه من باي طريقه من الطرق. ارقامك بتعطيني حساسه جدا جدا ومناماتك بتتفسر وبالاضافه كمان بتعطيني ارقامك جنسيه ثانيه وممكن
ممكن كمان تحصلي على هالجنسية عن طريق أحد الأولاد. عرض عمل قدامك، وبالإضافة كمان لعرض عمل كأنه مكمل بأرض عربية صحراوية، ولكن كأنه بيرجع بيكون في اتصال أو تواصل لأحياء هيدا العمل. يعني برجع بشوفك بهالارض العربيه الصحراويه. مشاركه لبنانيه مصريه او باتفاق لبناني مصري على مشروع يمكن انطرح شوي وهلا حنفوت بعمق اكثر فيه. وبالاضافه كمان بدنا ندير بالنا من الحسد، انت معرضه لوجع الظهر، يعني ارقامك بتعطيني وجع ظهر، هيدا نتيجه الحسد. مش معقولة جمانة، عيشي معي شيء؟ بتمنى ولا يا كارلا بتقول عمري؟ لا كله ثانك يو، كلهم ظابطهم. يعني انا عادة دقيقة كثير، ما بحب اقول، بس انه انا عاده ما بامن كثير بهول الاشياء، بس بهني هيدا فلك يا كارلا، معك حق ما تامني بالتنجيم. اي نو بس ولكن هيدا فلك. بس برافو جمانة، برافو جمانة، بيطير عن جد، برافو. بسيكياتر كمان مش حيلا. مزبوط، صحيح عم تحكي. هلا لهدى نترك هدى. هدى يا هدهد، خلينا نشوف هدى وهاللون اللي لابسته كمان، قال اختار لي زوجها كمان. زوجي. يعني بدها تاخذ منه موافقه على امر كان قايل لا فيه، وبنفس الوقت الموافقه عندها. اعداد لبرنامج ثاني. يعني البرنامج اللي انت فيه بشوف انك حتتحولي لبرنامج ثاني، واعداد لبرنامج على الشاشه الفضيه، وهالبرنامج هيدا كانه بيكون فيه شغلات غريبه عن الارض او حتى باشخاص شوي غربة. بالاضافه كمان لغرامه ماليه او حتى دفعه ماليه بتدفعيها، ان كان بتخليص ورقه او بمعامله او شيء، هذا اللي مبين عندي اياه. دعسه اجر من ارض عربيه، وزوارك من السفر صاروا قراب كثير، وتحضيرات لدور اعلامي واطلاق مشروع اعلامي. مشروع اعلامي حلو، مشروع اعلامي حبيت. برافو. في شيء منه؟ هلا بس على فكره كثير في قصص يعني قالتها 100% مرايه. يعني شو ناطره من زوجك؟ انا بدي اعرف موافقه على شو؟ ما عم جرب اتذكر، بس لا مضبوط، جوزي نقل الفستان. بحب يهتم كثير تفاصيل، يعني كثير بيهتم كثير بالاكسسوارز، بحب الشوبينج كثير على فكره. يعني مش حلو، مش حلو يعني، هو بيرفض قدامي على فكره. عنده حدا لا ايه، بس كثير بحب الشوبينج، يعني كثير بحب يشتري لنا، وبحب يعني هو مزوق قليل يعني صاروا. لا كثير بحب. خليك قبل ما نوصل عند ميشيل، كنت نسيت توقع لكارلا اللي هو انه بشوفك بمطرح للتاليف والسيناريو، سيناريوهات يعني بالسيناريو والتاليف وهيدا الشيء، وبشوف اسمك بعد على مؤلفات، فهذه كمان كانت مكتوبه عندي نسيت اقولها. وايد عندك موهبه الكتابه التكتبية؟ يعني مش هيك، بطريقه اخرى، بس ما راح اقول لكم كيف. بس انه وارد هذا المشروع. ايه لا، والحلو بجمانة بدي اقول شغله، انه بتقول اشياء البوزيتيف، يعني عاده بيصيروا يخبرونا اشياء كثير نيجاتيف عن حالنا، مندبرس مشان هيك بطل اسمع. صح مزبوط ما بحب احكي اشياء ما تعطي طاقه ايجابيه، بالعكس بفتش على الاشياء الايجابيه بالارقام لحتى الواحد يكون عنده السعي وتكون طاقته كثير حلوه ليقدر يشوف شو في قدامه اشياء مخبيه حلوه. ليش؟ لحتى يشوف الاشياء مش حلوه. الفلك والطاقه مزبوط. انا ماستر اوف ساينس انرجي اند استرونومي. لازم تشتغل بوزارة الطاقة. عن جد؟ بركي بتتحسن. جمانة برافو، بيطيها. بس بعد عنا ميشو. أبو الميشي، أبو الميش. ميشو أرقامك خجول جدا، وأرقامك وفي جدا، وأرقامك ما بتعرف تقول لا لحدا ولو على خسارتك، ولكن كل ما كبرت كل ما علي نجمك أكثر. أرقامك بشوفك بتنجح أكثر فوق الثلاثينات، يعني بعدك كثير صغير. بالإضافة لعرض عمل خارج الأرض والمفروض إنه انحكى بهيدا الأمر، صلح عاطفي وكأنك بتبقى مردد ما بين عاطفي سابقة وعاطفي قادمة، ولكن بشوف القلب كأنه عم ينجرف على شيء جديد. بالأرقام كأنه ما بدي أقول لك بتاكل بوكس، ولكن فيني أقول لك إنه ما بتاخذ حقك العاطفي، والفترة القادمة بتكون كثير منيحة. تبديل بموقع عمل وجايزة بتحصل عليها من بلد عربي، وشايفت لك شركة إنتاج، ما بعرف ليش شركة الإنتاج اللي عم تبرم بالأرقام تبعيتك رغم وفائك ووفائك للشركة تبعك، ولكن بشوف أنا في شيء ممكن يكون كثير حلو ناطرك وناطر إنك أنت تعطي أوكي فيها. برافو. شو ميشو؟ شركة إنتاج ما بعتقد في عروضات على طول يعني، بس انت مخلص. مش قصه مخلص، انا مبسوط مع جارودي ميديا، وبعتقد اذا الله بيريد انه ما في شيء بيفرق يعني.
ميرسي جمانة. ان شاء الله ان شاء الله. لا يعني ما بعرف انه ما حدا بيعرف حياتك هيك مش بقى بيرجع القرار عندك. بالنهاية دائما واحد بقى ياخذ مثلا لاين او فكره معينه بحب يحتفظ فيها وبحب يحافظ عليها، لكن الظروف تبرم معه وبتخليه يغير رايه او وجهه نظره بالاشياء. بس عن جد اسم الله يعني في كثير فظيع، في كثير من الصح اللي عم تقوله. 100%. برافو جمانة بيتي. اكيد. قبل ما نختم حلقتنا بدنا نشوف شو اخر جديدك يا ميشو. جديدي غنية غموريني عملتها من حوالي شهرين ثلاثة، رح نعملها رح نوزعها طريقة جديدة على طريقة اللايف ونصورها مسرح. رح جدد غنية كمان، أنا كنت جددت نوينة عجازي من حوالي ست سبعة أشهر، رح نجدد غيرها ورح ننزل كمان غنية. يعني ما في مشروع ألبوم؟ لا ألبوم هلا ما في، هلا مع كل انفجار هلا بيطلع لك غنية. بما انه مع كل انفجار بيطلع لك غنية هلا انفجار غنية ماكسيموم. هدى شو بتحبي تقولي اخر شيء؟ بدي اقول انه حلوة كانت الجلسة معكم والله يوفقكم، يعني كل حدا بمجاله ومتابعة بمشوار ان شاء الله. بالعالم ادهم. يا ادهم أنا بحب أول شيء أقول إنه هيدا البروجرام يا أختي أول شيء هيدي ناطرة مني كل الحلقة. أنا ما عم بقدر أقولها على الهواء. لا عادي ما تستاهل عادي. ما بدي تسمع علي. أول شيء بحب أشكركم كلكم لأنه كان عملي كثير حلو. ثانك يو رولا على التعاون القوي اللي اشتغلناه. بحب أشكر الأو تي في، بحب أشكر البرودكشن، أشكر المخرج والمعدين وإيفري ثينك. سيرج ثانك يو كمان. مريم مريم نانسي شارل يمكن كل حدا طبعا كل حدا تعاوننا بطريقه حلوه لطلع بروجرام حلو. وبحب اقول انه يو ديزيرف ات والف مبروك. ثانك يو كارلا. بحب بس قبل ما نختم اعرف علاقتك ببنتك، بتعمليها كصديقه كصاحبه؟ اكيد في خوف عليها، كيف علاقتك معها؟ بتسفريها معك؟ راحوا لعندي البنتين يعني طبعا بالعيد. بس لانه شفت بنوتك معي الكبيره. اكيد لانه اكبر كانه صديقتي يعني وبتساعدني باشياء سوشيال ميديا والصغيره بتنقي لي الثياب مثلا يعني عندها هيدا وانا بحب يكونوا انفولفد بهدول الاشياء يعني بفوتوا بعالمي you know. وبحب العلاقة الأم والبنت مش الممثلة أو المشهورة والبنت، ما بحب هيك، فبخلي إنه دايماً العلاقة أصحاب أكثر فعلاً. بتنصحيهم يمثلوا؟ مش كثير، أنا ما بوقف حدا على يعني ما بمنع. إذا طلبوا تشجيع منك بتشجعيهم ولا بتقولي له إنه أكيد بقول لهم يكون عندكم دبلوم بعدين تتسلوا بالتمثيل لأنه يعني ما بيتعمل شفنا صعوبة المهنة. تحية أكيد لأدريانا وإيفانا وبوكس. ثانك يو ميرسي سيرج ميرسي. وخلي لك إياهم. ثانك يو. بدي أقول رمضان كريم للعالم لكل الناس اللي عم يشوفونا للعالم العربي وشكرا لدعمهم لإلنا بالأخوة لأنه فعلا كيف ما عم نتحرك بالإمارات بالمطارات بالمول وين ما كان الناس كثير مبسوطة بالموضوع وحابة المسلسل كثير. وثانك يو وبرافو او تي في انه عملوا برنامج بهالجمال هيدا وبهالرقه وشكرا لصديقي الاستاذ شربي للمخرج. وانت بتستاهلي كل خير. قبل ما نختم سيرج بحب يودعكم. قبل بدي ودع كل المشاهدين واقول لهم بكره اكيد ناطرهم حلقه كثير مميزه مثل كل يوم مع ضيوف جداد. ما بدنا ننسى سوفينير مثل كل يوم في مادموازيل ميروار مقدمت لكم سوفينيرات صغار ان شاء الله يعجبوكم. بدكم تشوفوهم؟ اكيد رح يعجبونا. ثانك يو. انا بهالوقت بدي اقول رح نسمع غنيه مميزه من عند أكيد. ميشيل. باي باي. محبوبين حلوين. قال من شفافك من شفافك ورد وزهور لموا. أنا طفل اشتكى من الحب لموا لك. إذا دياب الكون إذا دياب الكون حولك التموا. ما تطل سيرج ولو الديار. سألت بيا قال لي لا، سألت خيا قال لي لا، سألت عما قال لي لا. ما رضيوا يعطوني وانا من جوا قلبي محروق. ما قضيها شم ولا تدوق
خبرني كيف بدي روق لسا وصلت لحدا او لا فوت قاتل او مقتول شو ما صار انا المسؤول سالوها وهي بتقول غير قلبي لا ما بدها وحشني تعال انا بستنك يا شغيل